لا شك بأن هذا الأمر مهم، لأن أنت عارف صحة وسلامة مجتمع الإمارات هو أساس اهتمام حكومتنا الرشيدة واهتمام وزارة الصحة وقاتل المجتمع والهيئات الصحية في الدولة. طيب، يعني نتكلم اليوم عن الجهاز اللي ذكرنا، الجهاز لكشف الغش الدوائي. يعني خبرنا بشكل عام عن مصطلح الغش الدوائي اللي تكلمنا في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أول أشكركم على هذا التواصل وإبراز دور وزارة الصحة وقاتل المجتمع في حماية صحة وسلامة مجتمع الإمارات. لا شك بأن الغش الدوائي هي مسألة خطيرة ومسألة كبيرة عالميا، وقدرت منظمة الصحة العالمية من خلال برامجها لمكافحة الغش الدوائي بأن القيمة السوقية للغش الدوائي قدرت ب 200 مليار دولار سنويا. 200 مليار دولار. مليار دولار. وهذا الدليل أن الغش الدوائي أمر كبير وقضية حساسة، وتقوم وراء هذا الموضوع مافيا الدواء. نحن نسمي هذا الأمر مافيا الدواء وليس مافيا المخدرات، والآن مافيا المخدرات تحولوا إلى مافيا الدواء بحكم أن حتى مافيا المخدرات انتقلوا من بيع المخدرات التقليدية كالأفيون والحشيش والكوكايين والأمور هذه إلى بيع وتداول وتناول حقيقة الأدوية المخدرة مثل ترامادول وترامال وكيمادرين وكيبتاجون والأمور هذه. فلذلك أصبح تحول هنالك من مافيا المخدرات كذلك إلى مافيا الدواء. الغش الدوائي هو الغش والتزييف في إما المادة الفعالة المكونة للدواء، يعني نفس الصنف الدوائي ولكن المادة الفعالة تكون غير موجودة، أو المادة الفعالة تكون موجودة بنسب أقل من النسب المعتمدة عالميا. يعني نحن إذا قلنا المادة الفعالة يجب أن تكون 100%، فحقيقة المحافل العالمية تسمح بزائد 5 أو ناقص 5، يعني ممكن المادة الفعالة تكون 95 أو 105، هذه المعدلات تكون مقبولة. ولكن في الغش الدوائي المادة الفعالة تكون 20% أو 10%، فلذلك الدواء نقصان أو زيادة؟ لا نقصان أقل. فلذلك المادة الفعالة أو الدواء هذا لا يؤثر إيجابا على المريض أو من يقوم بتناول هذا الدواء، أو المادة الفعالة أصلا تكون غير موجودة أو تكون فيها بعض السموم أو فيها بعض المواد المحظورة عالميا. فلذلك منعت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والهيئات العالمية المعنية بالدواء كهيئة الدواء الأغذية الأمريكية والهيئة الأوروبية للدواء بعض المواد تم حظرها بعدم استخدامها إلا في حالات محددة. فترى وجود هذه المواد لمفعولها السريع ولكن الآثار السلبية كبيرة على من يقوم بتناول أو تداول هذه الأصناف الدوائية. وهذا ربما الأهم، يعني اللي تسعون له في النهاية، أن يعني الدواء هذا موجود لخدمة الناس، لخدمة من هم في حاجة لهذا الدواء أو لهذه الجرعة بهذه النسب. وإذا كان استخدام هذا الدواء الخاطئ راح يضرك، فيعني من الأفضل الابتعاد عنه. لا شك أحيانا طال عمرك الشخص يلجأ إلى شراء هذه الأدوية إما بسبب رخص الثمن، أو أحيانا الجهل. وهذه نقطة مهمة نحب نركز عليها. نعم إن شاء الله. أو ثانيا الجهل، أو حقيقة يعني حب الاطلاع على ما هو جديد فيما يختص بالسمنة والنحافة والرشاقة والضعف الجنسي. عشان يكون هو السباق. بارك الله فيكم. فلذلك يلجأ هذا الشخص بشراء هذه الأدوية من خلال المواقع الإلكترونية. صحيح. وتشير منظمة الصحة العالمية بأن 95% من المواقع الإلكترونية التي تقوم ببيع هذه الأدوية هي شركات وهمية أصلا غير موجودة في بلد المصدر، وتقوم ببيع الأدوية المغشوشة. فلذلك عبارة عن وهم موجود، فأنا أشتري الوهم بحر مال وأنا ألحق الضرر بصحتي لأني أقوم بتناول هذه الأدوية المغشوشة والتي تضر صحتي بدل ما تفيدني. هذا المثل عنه يقول يا من شرى له من حلال علم. بارك الله فيك. طيب لو تكلمنا عن الجهاز دكتور، جهاز الغش التجاري، الغش الدوائي عفوا، تكلمنا عنه وكيف ممكن آلية عمل هذا الجهاز. أنا ممكن أخرج من السؤال قليلا، أنت قلت مرتين عط الغش التجاري. نعم. وما قلت الغش الدوائي، تعرف ليش؟ هو في النهاية تجارة بالدواء يعني. بس أخطر. اليوم من السهل أنا ألبس ساعة لا سمح الله تكون مقلدة، ما لها تأثير سلبي على جسمي. صحيح. من السهل أن أنا أشيل شنطة مقلدة أو قلم مقلد. صحيح. ما لأي تأثير القلم أو الشنطة، ما لها تأثير على حياتي أو على صحتي أو على جسمي، صح ولا لا؟ صحيح. أما أخطر ما يكون أن أنا أتناول دواء مغشوش. نعم. فمعنات الغش التجاري له تأثير سلبي على اقتصاديات الدول، على اقتصاديات الشركات، على الدول الاقتصادية، على الاستثمار، على أمور كثيرة. نعم. حتى على المستهلك في النهاية، وإنما ضرر مادي أو ضرر قليل على فرد ربما يشعر به على صحته. و و و و ولا يوجد أهم في حياة الإنسان من صحته. صحيح. صح ولا لا؟ لأن الفلوس ما تشتريها. بارك الله فيك. فالجهاز صغير بهذا الحجم، وبإمكانك حمله من مكان لمكان آخر. جميل. يعمل على استخدام أشعة الليزر. جميل. اسم الجهاز True Scan.
تروسكان. تروسكان. تروسكان بما معناه المسح الحقيقي. نعم. هذا الجهاز يتم إدخال جميع المعلومات عن الأدوية المسجلة في دولة الإمارات. نحن لدينا نحن على فكرة أفضل 5 دول في العالم في التسجيل والتسعير الدوائية على مستوى دول العالم. الإمارات أفضل 5 دول في العالم بشهادة شركة MSD العالمية المعنية بالدواء، هي الآن رقم 1 عالميا. ولدينا قرابة 8500 صنف دوائي من مختلف أنواع الأدوية البيولوجية البيطرية البشرية العشبية، مختلف أنواع الأدوية مسجلة في دولة الإمارات. يتم إدراج المعلومات عن المادة الفعالة والمكونات كل صنف دوائي من 8500 في هذا الجهاز. جميل. ويستطيع المفتش حمل هذا الجهاز إلى أي منفذ من منافذ الدولة، إن كانت حدودية برية بحرية، ويستطيع أن يميز بين الدواء المغشوش غير المغشوش. التمييز والبحث سهل. أنا أضع الحبة الدوائية أمام رأس الجهاز، خلال 7 ثواني فقط يستطيع الجهاز أن يميز أن هذا الدواء أصلي وما هي المادة الفعالة ومكونات الدواء، أو الدواء مغشوش وما هي المادة الفعالة وجدت أم لم تتواجد، وما هي المواد المحظورة الموجودة في هذا الدواء. البحث يكون عن الحبوب، الكبسولة، السوائل والبودرة. البودرة هي في العادة تأتي كمواد خام. نعم. لمصانع الأدوية، والحمد لله رب العالمين بكل فخر نقول لدينا 19 مصنع يقومون بصناعة أكثر من 1100 صنف من الأدوية المبتكرة والمثيلة. وممكن أقول لكم شو الفرق بين الأدوية المبتكرة والمثيلة. وعندنا الآن في البايبلاين، يعني تم إعطاء الترخيص المبدئي لقرابة 18 مصنع آخر. في عام 2021 بيكون عندنا قرابة 35 مصنع يقومون بصناعة الأدوية في دولة الإمارات. فلذلك مواد الخام تأتي لهذه المصانع. فهالجهاز يستطيع أن يميز الدواء المغشوش غير المغشوش خلال 7 ثواني فقط. 7 ثواني. فأصبحت الشحنات الدواء اللي ترد إلى الشركة إلى المصانع، شحنات الدواء اللي ترد إلى مستودعات طبية بهدف الاستخدام في الدولة. شو تحدي الوقت يعني؟ ليش هل الوقت يعمل 7 ثواني؟ هل يعمل فارق؟ طال عمرك يعمل فرق. الآن ممكن تسألني تقول لي أمين شو الفرق بين قبل استخدام الجهاز وبعد استخدام الجهاز. بالسابق لما كنا نشك في أي صنف دوائي كنا نأخذ عينات. نعم. ويتم وضع الشحنة الدوائية تحت المراقبة. نعم. عدم تحويلها من المنافذ الحدودية إلى الشركة، تكون محجوزة بارك الله فيك، ويتم أخذ العينات إلى المختبر. لدينا مختبر عالمي. نعم. متطور في مجمع دبي التقني في دبي. كم كانت تأخذ؟ تأخذ بما يوازي من 48 إلى 42 ساعة. الآن دولة الإمارات قلصت 72 ساعة إلى 7 ثواني. يعني هذا يعني أمر خيالي وإنجاز الدولة الإمارات. يعني تطلع لدينا 4 أجهزة ويطلع الرفض في نفس اللحظة. وهذا دعم للاقتصاد. اليوم الشركة جابت هذه الشحنة وبحاجة إليها. أنا ليش أخرها 3 أيام أو يومين أو يومين؟ أنا خلال 7 ثواني أقدر أقول الشحنة هذه جاهزة تدخل الدولة أو ممنوعة يتم إتلافها في بلد المصدر. حتى على فكرة نحن ما نتلف الأدوية في الإمارات، حماية للبيئة والبنية التحتية وحماية المياه الجوفية. فلذلك يمنع منعا باتا إتلاف هذه الشحنات الكميات الكبيرة لدولة الإمارات. نلزم الشركة ونبلغ الدولة الأخرى التي جاءت من هذه الأدوية بضرورة إرجاعها إلى بلد المصدر وإتلافها. هذا في حال كانت الكمية كبيرة. دكتور يعني الموضوع جميل جدا وشيق جدا، فرح نكمل معك هذا الموضوع وناخذ أيضا معلوماتك كلها، بس لأن عندنا فاصل الأذان راح ناخذ الوقفة وراح نرجع مرة ثانية نكمل الموضوع. هناك أشياء كثيرة ربما تدارت في بالك وإحنا قاعدين نتكلم بس عن هذه المعلومات بشكل عام. أنا شخصيا عندي وايد أشياء أبغى أسأل عنها أبغى أعرف عنها، بس جميل جدا أن دولة الإمارات مشاهدينا قلصت وقت فحص الدواء من 48 ساعة إلى 7 ثواني. وهذا رقم قياسي أعتقد عبد الله. أكيد.